الله وبركاته. أهلا بكم في اللقاء المتجدد حول قضايا سائلة عن قطاع غزة. معكم العام محمد أبيب الحداد، سأبحث أمامكم عن وفدين فلسطيني وإسرائيلي بالقاهرة للتفاوض حول الأهلية. يبدأ وفدان فلسطيني وإسرائيلي خلال ساعات مفاوضات غير مباشرة في القاهرة برعاية مصرية للتوصل لتهدئة شاملة. واسترد الإسرائيلي لمعلن ببعض مطالب المقاومة الفلسطينية. والتحق قيادي من حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، بينهم قليل الحية وقائد البطش، مساء الثلاثاء للوفد الفلسطيني الموحد الذي وصل عدد من أعضائه في وقت سابق إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية. كما وصل القاهرة الثلاثاء وفد إسرائيلي يضم رئيس المفاوضات والمستشار السياسي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع وفقا لمراسل الجزيرة في القدس المحتلة. وتبدأ المفاوضات غير مباشرة في القاهرة بعدما وافقت فصائل المقاومة والحكومة الإسرائيلية على جملة بدأ في الثامنة صدام الثلاثاء بتوحيد فلسطين وتستمر 72 ساعة. وقال المسؤول المصري إن التوصل لاتفاق على تهدئة دائمة سيستدعي محادثة مكثفة. وتواجه المفاوضات واقفة متعنتة من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى اتفاق يحقق الهدوء مقابل الهدوء دون رفع حقيقي للحصار، بعدما كان سعت في الأيام القليلة الماضية إلى فرض الزينة للانسحاب الحالي. وأعلن مسؤول إسرائيلي الثلاثاء رفض تدابير بعض المطالب الفلسطينية ومنها إعادة إعمار قطاع غزة قبل نسي سلاح المقاومة، لكن فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي أكدت أن هذه المسألة خط أحمر. واقترح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وضع قطاع غزة تحت إدارة الأمم المتحدة، وهو ما يرفض الفلسطينيون بشدة. وكان رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد أكد للجزيرة الاثنين أن الجانب الفلسطيني وافق